السلام عليكم أخت بشرى. السلام عليكم أختي سناء. مرحبا بك معنا على راديو أصوات. بارك الله فيك أختي، كدير أنتيا كدير بنية. الله يبارك فيك، اللهم عليك الحمد. بارك فراتك أختي من جيت لوستك. ما مشى معك باس أختي بشرى، شكرا لكم. بارك الله فيك أختي، كيعجبني هذا البرنامج بزاف وراني متبعاه بزاف. وأنا فرحانة اللي كنسمع صوتك هذا الصباح معنا، ومرحبا بك بزاف بزاف. شكرا اختي، شكرا. ايوا قول لي عندك انت اقتراح ديال شلاضه سخونه؟ هيا اختي الا كان ممكن. معلوم معلوم، مرحبا مرحبا اختي بشرى، تفضلي. بسم الله اختي، اش كتصوبي هاد الشلاضه؟ حنا معاك في الانصات. بسم الله. كنسوقو خيط مقطع. هي وبطاطا اللوبيا تاهي وشيطلوس والعيلة كانت جلبانة في الوقت الجلبانة تاهي كان ممكن تكون. نعم صافي، كنسوقو هادشي مع شوية الملحة. كنشدو واحد الطاوة ديال الفران ولا شي زليفات هكا كيتخشاو في الفران صغار. نعم على القياس ديال واحد، إلا ما كانش كديري هذيك طاطا كبيرة. إييه لاطا كبيرة واخا. صافي تخلطي، كتربي ربعة البيضات مع كاس الحليب. وفرماج محكوك. إذا كتربي ربعة ديال البيضات مع كاس الحليب. مع كاس ديال الحليب يكون دافي ولا بارد؟ لا بارد. باه، ومن بعد وشوية الفرماج. نعم وشوية الفرماج. وشوية الفرماج محكوك، إلا ما كانش الفرماج الأحمر كناخدو مثلثات. واخا نقربوهم مع الحليب مزيان. إييه ونخلطوهم مع البيض، كنشدو داك المول كندهنوه بالزبدة. نعم كنحطو ديك الخضرة هكا مخلطة هكا في داك المول. إييه كنكبو عليه ديك الحليب والبيض والفرماج اللي وجدنا. إييه صافي كنخشيو الفران. إييه تبارك الله عليك، هادي ساهلة ولذيذة. ساهلة وتجي زوينة، ودابا في هاد البرد صليدة سخونة راه زوينة. عطاك الله الصحة أختي بشرى، شكرا لك كثير. قول لي هذا وليد ولا بنية اللي كنسمعو حداك؟ نعم هادي بنية ولا وليد اللي حداك؟ وليد هذا قال لك بغى يهضر معاك. أشنو سميتو؟ سميتو يونس. يونس ما شاء الله. الله يبارك فيك. شحال في عمره؟ عنده دابا 3 سنين. يلا ودوزي لي بابا يونس نهضر معاه. هاك نهضر مع خالته. ولا الو صباح الخير يونس. خالتي سناء. سيدي حبيبي لاباس عليك؟ لاباس. ولدي شحال في عمرك يا يونس؟ 5 سنين. وي وراه كبير وكتاكل مزيان؟ ايه. شنو كيعجبك في الماكله اللي كتصوب لك ماماك؟ يلا وشوف يونس، انا بغيتك دابا تمشي عند ماماك ياك وتعطيها واحد العناقة كبيرة وتقول لها ماما راني كنبغيك بزاف بزاف. الله يحجبو لك يا ربي وتفرحي به. الله يبارك فيك اختي سناء وياكم ان شاء الله. ونعم الاسامي يونس ما شاء الله عليه، وحنايا غادي نقدموا لك احلى